بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم عزيزتي الطالبات. اليوم هنكمل في آداب وسلوك من الطب في شروط الموافقة الكتابية المبنية على المعرفة. كما تعلمون في العمليات الجراحية يجب أن يأخذوا موافقة اللي هو يعني الناس القائمة بالعملية الجراحية. نفس الفكرة أيضا في الناس المبحوثين أو الخاضعين للبحث يجب أن تأخذ موافقة، ونقول دائما موافقة كتابية مبنية على المعرفة. من اسم موافقة يعني كتابية مبنية على المعرفة، من اسمها يعني يجب أن تكون مكتوبة بشكل واضح، وأيضا تعرف هؤلاء الناس بهذه البحث العلمي وما يعني سيخضعون له. طبعا هذه الموافقة الكتابية هنشوف نموذج لها، يجب أن تكون مشتملة على العديد من العناصر. هذه العناصر أكيد اسم وأهداف وطبيعة البحث والطرق البحثية، حتى الطرق البحثية التي ستستخدم في البحث يجب أن تكون موجودة بالتفصيل. اسم البحث، أهدافه، أيضا الفوائد المتوقعة منه. هنشوف هذه الأشياء كلها موجودة في نموذج اللي هو الموافقة الكتابية، الفوائد المتوقعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها. دائما نتكلم عن المخاطر المحتمل حدوثها ومدى تأثيرها يعني على الخاضعين. طبعا أن تكون كما هنشوف في النموذج كافة فقرات الإخاء مطبوعة بصورة واضحة ومفهومة. طبعا يجب أن يلتزم الباحث بتعريف المبحوثين أو الخاضعين للدراسة على كافة جوانب ومحتويات هذا الإخاء، يعني والتأكد من استيعابهم. يعني لو بيعرفوش يكتبوا إحنا نتأكد من استيعابهم يعني على كل ما يرد فيه قبل إقراره وقبل توقيعه والموافقة عليه. طبعا دائما يجب وشيء أساسي في هذه يعني في هذه الموافقة الكتابية المبنية على المعرفة، يجب أن تضمن حق الخاضعين للبحث، حق الانسحاب الكامل من البحث، بدون أن يكون هناك عليهم عواقب سلبية ويحق لهم الانسحاب في أغم أو أي مرحلة من مراحل البحث مهما تكلف هذا البحث، من إجراءات مادية وكذا وكذا. يحق للمبحوثين أو للخاضعين للبحث أن ينسحبوا من هذا البحث. إذن أيضا إذا كان هذا المبحوث أو الخاضع البحث قاصر أو معاق، كلام عن ثلاث فئات هذه، قاصر أو معاق أو ناقصا للأهلية، دائما يجب أن يكون هناك وصي يوافق على هذا البحث. يجب أن يكون هناك وصي يوافق على هذا البحث أو قيم يسمى وصي أو قيم، ويعني دائما يشترط أن ينص في الإقرار أن البحث خاص بحالة ماضية سواء كان قاصرا أو معاقا أو ناقصا للأهلية. أكيد لا يجوز مطلقا أن يتم أخذ الإقرار الخطي سواء عن طريق القوة أو الضغط أو الكراهة المادي أو المعنوي أو استغلال الحاجة إلى المادي إلى المال أو التداوي كما سبق آنفا وشرحنا موضوعها. هنشوف النموذجين. أول نموذج هو رسالة توضيحية للمشاركين في المشروع، وكأنه يعني المشارك في المشروع في معلومات يجب أن يعلمها، اللي هو مشروع البحثي، عنوانه، اسم الباحث، الكلية أو المستشفى أو المركز، الجوال، نوع البحث، هل هو مشروع سنوي، رسالة ماجستير، مشروع ممول. فهو يجب أن يعرف جميع المعلومات عن هذا البحث، إيش أهدافه، أي فوائده المتوقعة. أكيد لازم أركز على المخاطر المحتمل حدوثها،
المخاطر المحتمل حدوثها، ايش المخاطر الممكن حدوثها، من اقل مخاطر الى اقصى مخاطر. طب لو صارت هذه المخاطر ايش يعمل؟ في هناك تعويضات متاحه في حاله حدوث هذه المخاطر، سواء تعويضات ماديه او رعايه طبيه او غيره. طبعا وايضا يعلم المشارك بان هناك في حقوقه يجب يحافظ عليها، زي سريه المعلومات كلام معنا في الطب بالموضوع، حقه من الانسحاب، وايضا يعني عند انتهاء دراسه حقه يجب ان يتم ابلاغه بنتائج البحث التي تتعلق بحالته الخاصه طبعا فقط. حتى اذا رفض او انسحب في جزء من البحث يجب ان يتم يعني اكمال العنايه المعتاده اذا لزم الامر دون اي تمييز سواء انسحب او ما انسحبش. هنا اسم الباحث هنا وتوقيعه، واسم المشارك او بصمته وتوقيعه، وهنا اي ان المشارك قد علم كل المعلومات الكامله عن بحثه. انه هذه النموذج بيعلمنا بان المشارك قد علم كل المعلومات اللازمه عن بحثه. بينما النموذج الثاني وكانه في عقد، وكان هناك ايش؟ عقد بين الطبيب بين الباحث والمبحوث، ويجب ان يكون في هناك توقيع وغيره، اذا هذا يسموه الموافقه المستنيره او الموافقه بعد التبصير. ليش موافقه مستنيره؟ لانه قد استنار من يعني النموذج الاول، وان هو حيوقع على العقد او حيوقع على الموافقه بعد التبصير. طبعا حيتاكد على عنوان المشروع، عنوان البحث، اسم الباحث، الكليه لهذا. طبعا هنا حقعد يعني حيقول بعد المناقش البحثي مع الفريق البحثي، هو يعني بكتب اسمه، يعني يحق لي يسحب، بكون عارف وبتأكد من انه عارف كل معلومات ومن حقوقه، ويكتب اسمه ويعني او اسم من الشخص اللي بيعول له، سواء كان قاص او غيره، كان اسمه المشارك او العائل وتوقيع بصمته، اسم الباحث الرئيس، تم الموافقة على هذا البحث من قبل لجنة الأخلاقيات البحث. وإذا شفنا بأنه في النموذج الثاني هو عبارة عن ليست عن الموافقة في المشاركة في البحث، الأول هو عبارة عن أنه قد علم ما هناك في البحث، النموذج الأول. النموذج الثاني هو عبارة عن موافقة في المشاركة على البحث. أيضا هناك في تضارب مصالح في البحوث الطبية، وأكيد في تضارب كبير في مصالح البحوث الطبية. كل مؤسسة يعني أو كل مصنع يعني يدير بحوث، يحاول أن يدير بحوث كما يريد، لكن هذا مصالح، تضارب مصالح، ويجب أن يتوقف. أول حاجة يتعين على كافة سواء المراكز، المستشفيات، المختبرات، وضع القواعد والأدلة الإرشادية الواضحة لدرجة المصنع. هنشوف احنا الأدلة هذه أو الأدلة الإرشادية والقواعد عشان ما يحصلش أي نوع من الضرب في المصالح. أكيد يجب العمل على تجنب الصراعات عند إجراء البحوث ضمانا للي هو الموضوعية والشفافية. والعدل والمحافظة على نزاهة ويعني فريق البحث العلمي، ما يكونش في لا هذا صح هذا غلط، ما فيش، لازم يكون في يعني موضوعية وفي شفافية كاملة. أيضا يجب على فريق البحث أنه لا يتصرف في الموارد المالية كما يريد، أن تكون الموارد المالية والإمكانيات متوفرة تتم ببنود تخصص كما هو في بنود ميزانية ووجه. أن تكون مكافأة الباحثين، وهذا مهم، مقررة مسبقا، أن والله هذا الباحث له أجر، له مقررة مسبقا، مش والله لو أنه ثبت أنه الدواء الفلاني فعال أعطيهم مكافأة $1,000، لو ثبت أنه مش فعال مش أعطيهم، إذا هم هيحاولوا دائما يثبتوا أنه هذا الدواء فعال. إذا يجب أن تكون مكافأة الباحثين مقررة مسبقا ومتفق عليها، وطبعا اسلوب صرفها واستحقاقها ايضا مع ايضاح الجهه المموله لهذه المكافاه.
حفاظا على نزاهة موضوع النتائج، ينبغي استبعاد الأشخاص اللي لهم صلات بالجهات المانحة أو الداعمة أو الممول للبحث. واحد عنده يعني عنده شريك في شركة معينة أو في شركة الأدوية، يجب أن يستبعد من هذا البحث، لأنه مع أن تكون مصلحته أن يثبت بأن هذا الدواء يعني ناجح وناجح، وعشان هيك يجب أن يستبعد من هذه البحث. على الباحثين أن يفصحوا أنه هل فيهم علاقات مالية مع الجهات التي تمول البحث. طبعا ما يكون بشكل أو بآخر أن الباحث له علاقات مالية مع الجهات التي تمول البحث أو التي بيقوم بفحص منتجاتها. ليش؟ على أساس ما يكونش له دور في أنه يثبت والله لا أنه هذه والله كويسة أو مش كويسة. يتعين على المراكز الطبية أن تشكل دائما لجان مراجعة لدراسة حالة متعلقة بالروابط المالية مع المؤسسات التجارية. يحظر أن يعهد يعني بتحكيم البحث من له مصلحة أو علاقة، وهذا تكلمنا عنه، يحظر من أن يعهد تحكيم البحث إلى من له مصلحة أو علاقة بالشركة أو الجهة الممولة للبحث. حتى لو كان البحث ضعيف وله علاقة، حيقول آه لا الدواء هذا مفيد أو الدواء هذا يعني بهذا الشكل. إذا هنا ننهي شرح آداب سلوك مهنة الطب. القضايا الأخرى، القضايا الاجتماعية ذات العلاقة، حتقوها سهلة، حتنقرأ سهلة القضايا الاجتماعية سواء الإجهاض أو غيره. أي سؤال بيجوا عبالكم ممكن تسألوني إياه، وهيك إحنا نكون تقريبا أنهينا اللي هو آداب وسلوك من الطب. طبعا كان نفسي أن نشوف الأخطاء الطبية وأسبابها وأهدافها، لكن ما يظهر أنه ما فيش وقت، وإذا كان في وقت ممكن نعطيكم إياها بعدين اللي هو الأخطاء الطبية، حنشوفها ممكن نعطيكم إياها في شرح يعني تالي، وغالبا حنشرحها بشكل يعني في آخر الوقت إن شاء الله. ويعطيكم العافية.